وجهوا لكم الانذار الاول، امركم بفضح التجمل والانصراف حالا، اتلو عليكم العقوبات النصوص عليها في الفصل 20 شخص شارك في تجمل غير مسلح ولم ينصح بفضح عليه الانذار الاول. احنا بالنسبه لنا راه كاين المنع ديال الوقفه. يلا سير الصلاه صافي سير المنع ديال السلطات ديال هذه الوقفه، واللي مفترض انه غادي تنظم ديال الوقفه ضد الفساد وضد نهب الملعب، لكن للاسف كنتفاجئوا بهذا المنع هذا اللي هو منع غير دستوري غير قانوني، وكنقولوا لا 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 بانه المسيره ضد الفساد. أنا